بهدف ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، تواصل مؤسسة سون الغاز جهودها بولاية المسيلة لتعزيز البنية التحتية في محاذاة المحيطات الفلاحية ورفع العراقيل المتعلقة بتزويد هذه المستثمرات بالطاقة. من أجل تعجيل ربط المستثمرات الفلاحية الغير مزودة بالكهرباء تشجيعا للاستثمار الفلاحي في بلادنا، جهود كبيرة قامت بها مصالح سون الغاز لتعزيز البنية التحتية في محاذاة المحيطات الفلاحية لتحقيق الأمن والاكتفاء الذاتي. وفي هذا الصدد قامت مصالح مديرية التوزيع المسيلة بربط بالكهرباء حوالي 5614 مستثمرة فلاحية ووضعها حيز الخدمة، بينما توجد 349 مستثمرة قيد الإنجاز. دعم الفلاح ومرافقة المستثمرين من خلال عدم اشتراط مؤسسة سون الغاز للدفع المسبق لتكاليف الربط بالكهرباء الفلاحية من شأنه التعجيل في تزويد المستثمرات الفلاحية بهذا المورد الذي يعد أساسياً لضخ المياه وسقي المساحة المزروعة. احنا فلاحة في المنطقة هذه عدنا عامين، احنا نعاني في الأرض هذه، هاك تشوف الله يبارك كانت حجرة وكانت تيف وتراب هكذا ولات. نشكر الرئيس تبون اللي وفر لنا مع الشركة سون الغاز المجمع تاع سون الغاز اللي وصلنا الكهرباء الريفية الفلاحية. الحمد لله اليوم كاش تريسيتي هذه ما درنا والو. أشكر شركة سون الغاز على المجهودات المبذولة اللي راها موفرت لنا تقريبا نسبة 90% 100% تقريبا من الكهرباء، وإن شاء الله زيد كل ما تكبر المؤسسة المستثمرة إن شاء الله زيد يوسعوا معنا ويكونوا معنا. تشجيع الاستثمار في المجال الفلاحي من خلال إزالة العراقيل المرتبطة بالتزود بالطاقة من شأنه تحقيق الوفرة والتنوع في الإنتاج الزراعي بهدف ضمان الأمن الغذائي.